السلام عليكم اخوان، كنشكروا الجماهير المقيمه في قطر على الحضور ديالها، حضرات بكثافه. الحمد لله اللعابه داروا اللي عليهم، ما وفقناش حد ضربه جزاء كيتسموا ضربات الحد. التحكيم كان ناقص، جا من صفهم شحال من مره، الفار ما رجعش ليه شحال من مره. وبغينا ان شاء الله الى ما فرحوناش هاد الرديف يفرحونا اللعابه ديال المونديال، كوب دافريك جايه وكوب ديموند جايه، بغينا غير نفرحوا حيت الجمهور كامل اللي جا خصو الفرحه، والفرحه هي اللي ناقصانا. وديما مغرب بالروح بالدم نفديك يا مغرب، بالروح بالدم نفديك يا مغرب. كيفاش كتبان لك هاد الاحصاء هذا اللي ما كانش متوقع؟ كيف ما كانوا تيوقعوا كانوا مرشحين، كلشي كان مرشح المنتخب الوطني، هاد الاحصاء المفاجئ شنو كتقول؟ خويا ما نساوش ان المنتخب الجزائري زعما منتخب صعيب ومازال غادي يقدر هو اللي ياخذ هذا المرشح باش ياخذ البطوله. الدراري داروا اللي عليهم، رجعوا في الماتش جوج مرات وما كتبش في ضربات الجزاء، انت كلشي كيعرف ضربات حظ وصافي. ايوا نتمنوا المره الجايه ان شاء الله نعوضوها. السلام عليكم. بالنسبه للعابه لعبوا ماتش زوين، كان مزيان، النيفو ديالهم كان مزيان، واخا الحظ ما حالفهمش انهم يربحوا. كنتمنى ان المنتخب المغربي يترشح لكاس العالم ان شاء الله ويفرحونا ونشوفوهم نعوضوا هذه الفرحه اللي ضيعناها اليوم، وكنتمنى الحظ الموفق لجميع المنتخبات. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله واخا الخساره ماشي مشكل، نتمنى داير المنتخب الرديف نتاعنا، وان شاء الله المنتخب الحقيقه راح يقدم واحد المستوى اللي هو جيد وماشي مشكل. الدراري داروا اللي عليهم ورجعوا جوج ديال المرات، ان شاء الله نجيبوا الكان ديال افريقيا ديال الكاميرون. السلام عليكم. اول شيء كنشكر شعب قطر قياده وشعبا، صراحه حنا لعبنا كره زوينه صراحه، الدراري لعبوا كاملين يعني لعبوا كره بروح رياضيه، الحظ ما سعفناش والافضل هو اللي انتصر. كنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي، وديما مغرب وعاش المغرب، وان تو تريفيفا الجيري. انسمير هيك سبورت لي اوكي انسمير هيك سبورت لي دو سيناتو دو سوريفينس قطر. الماتش اللي الجزائر المغرب الحمد لله يسنقر العدد العائلات الحمد لله. المقابله فولكي وركن بارين سنمير تكتضني ان شاء الله تنميرتنا. ظلمي خلينا نجو خويا. السلام عليكم. حنا المنتخب ديالنا لعب مزيان، ولكن اللي عجبتني هو ديك القتاليه، ما غلبوناش في الماتش، مشينا للبينالتيات. حقيقة بأن كان ديفو في ليكيب ناسيونال ديالنا، زنيتي أنا براسي قلت لي ما تخرجش، أنا كنغوت عقت بها والناس الشاهدين شافوني ملي كنغوت، ولكن زنيتي كتبقى في القلب ومبروك عندنا والحمد لله. شوف شوف الحمد لله ديما ماروك ديما وإن شاء الله كوبا افريك مع المحترفين والكاليفي ان شاء الله. عاد غلبناهم حنا ب 3-0 بركان، هادو وعطيناهم 4 في مراكش، ما عمرهم غلبونا من 78، الحمد لله غلبونا دابا نشفقوا عليهم. ضربات ترجيح هادو، هادو ضربات ترجيح. شعارنا الدائم الله الوطن الملك. وكنشكر الجاليه ديال قطر الرجال، والله الا عجبوني في التيرات، الله يعمرها دار الجاليه القطريه والاماريه والبحرينيه.
وفيف لي ماروكان من طنجة للقويرة. تحية لك. مقابلة أوفت بكل وعودها وفي قمة يعني في مستوى، والمنتخب المغربي كان في المستوى، ومبروك علينا وهارد لك منتخب المغرب خوتنا. ومهم لقاء أضاف البطولة كثير هذا، ونعتبره أقوى لقاء هنا ونهائي قبل الأوان. وهذا واش نقدروا نقولوا على هكا، وتنظيم رائع ما شاء الله. نعم اكيد المنتخب الجزائري راح يفوز، وراح يكون النهائي نتوقعوا بان مصر والجزائر، والجزائر تشيل اللقب كالعاده ان شاء الله. يعطيك الصحة اخويا، يعطيك الصحة. شنو كيبان لك، شنو تقول لنا على المقابلة اللي دارت؟ والله غير مقابلة نار ما شاء الله. شوف حنا لعبنا بقوة، لعبنا بقوة، بينا باللي الجزائر تلعب ما شاء الله، وحنا في الأخر أنا خاوة خاوة. مهما صار أنا خاوة خاوة، تفرقنا سياسة، الشعب يجمعنا. صح ولا لا؟ أنا خاوة خاوة. صح صح. صاحبي. صح. يعطيك الصحة. والسلام عليكم. هو اليوم المقابلة كانت زوينة صراحة الله. لعبنا ماشي ما لعبناش، لعبنا وخدمنا مزيان بداكشي اللي عندنا. واخا الجزائر شي كانت صعيبه شويه، ولكن الحمد لله يعني قدرنا في الاشواط الاضافيه، ماشي مشكل. فهمتي هذه هي روح الكره القدم، ماشي مشكل واحد خاسر واحد رابح. المهم الحمد لله ديما مغرب وديما الجزائر حنا خاوه خاوه، ما بداتنا حتى شي حاجه، واخا يربح واخا اللي ربح الله يبارك ليه. هادشي اللي كاين اخويا، الله يحفظك ونتمنوا اللي جاي احسن. هضر اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنباركوا الاخوه ديالنا الجزائريين، دائما خاوه خاوه. كانت مقابله نهائيه يعني نهائي، كان الاداء بين الفريقين كان اداء عالمي. بالنسبه للمغرب اليوم ما كانوش محظوظين، ملي كتبقى ضربه جزاء، ضربه جزاء ضربات حظ، ضربات حظ يعني المقابلات مشات للاشواط الاضافيه ومشات. كنتمنوا حظ موفق للاخوه الجزائريين، وحنا معاكم ان شاء الله، وتحيه لكم خاوه خاوه. شكرا اخويا. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حتى انا بدايه كنهني المنتخب الجزائري على الفوز ديالو، وهارد لك للمنتخب المغربي. واخا اننا لعبنا، ولكن للاسف الشديد مباراه كره القدم هي هذه. بكل روح رياضيه كنهنئوا المنتخب الجزائري، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي في القادم من المناسبات. شكرا هي سبورت. شكرا. شنو رايك في المقابله اللي دازت؟ انا كنت شايف بصراحه ان المنتخب المغربي هو اللي كان سيء المباراه كلها، تمام، باستثناء الجونين اللي هم جايبين من جون من ضربه جزاء، والجون الثاني المغرب متسيد المباراه من بدايه الماتش. اما تيجي تشوف هجمات المنتخب الجزائري هتبص لهم، هم راحوا اربع مرات، الكره اللي جت في العارضه
والكرة اللي الجون شالها وتقريبا ملهمش حاجة غير كده، بس هي دي الكرة يعني تكسب ولا تلعب. المغرب لعبت وعملت أداء ممتاز جدا، بس الجزائر خلصت يعني، وهي دي الكرة. ألف مبروك للي كسبان وهارد لك للمنتخب المغرب، وإن شاء الله نتجمع كلنا هنا في الدوحة إن شاء الله في كأس العالم، يكون مصر موجودة والمغرب موجودة الجزائر موجودة وتونس، وإن شاء الله الخمس فرق يكونوا من العرب إن شاء الله. حبيبي وشكرا لك، السلام عليكم. صراحة كنت أسفو لهذه النتيجة، مي اللي كتب الله هو هذا. احنا يعني كان عندنا إكيب زوينة وكنا كنتمناو أننا نتأهلوا للنصف ونتلاقاو مع قطر، مي للأسف ما توفقناش. هارد لك هذه المرة، وإن شاء الله نتمناو اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله يا ربي. الله هذا كاين، وكما كان الحال مبروك الجزائر، كيبقاو خوتنا وبالنسبة لنا احنا هارد لك. يعني احنا لعبنا وكانت عندنا بون ايكيب، كل شيء كان عندنا مزيان، مي مالوروزمون الكره هي هذه، فيها الرابح وفيها الخاسر. السلام عليكم اخوتي. بالنسبه لهذه المقابله، كانت مقابله مهم، ما ساعفناش الحظ في هذه المقابله هذه، وكانت تكتيكات خاطئه في الاول، ولكن في الشوط الثاني الحمد لله رجع المنتخب الوطني، ولكن ركلات الجزاء ما ساعفتناش. هذا هو قانون المسابقه، ان شاء الله بالتوفيق لنا ان شاء الله في البطولات القادمه ان شاء الله، في كاس افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم ان شاء الله، باش نكونوا هنا ان شاء الله حاضرين في قطر. والحمد لله اليوم الجمهور المغربي بين على انه جمهور رائع جدا، وان شاء الله نتلاقاو في كاس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. الله تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، شكرا.
وين هذا؟ تاع المغرب هذه؟ واش نقول لكم؟ الله يسلمك خويا الرئيس. حيا مبروك علينا. هادر هادر انت هادر. اروح اروح. هاوليك مغربي. والله الا بصحتكم وراحتكم. اصلا الرئيس بولحي حارس ممتاز بديك 2014 الماني في كاس العالم. هذا كيسب ليلي العالمي. انا عرفت الرئيس بولحي انه حارس ممتاز والوقفه ديالو. شكرا شكرا. للاسف قدمنا احنا اداء طيب. كنحيي المنتخب المغربي على الرجوع ديالو. يعني مرتين متتام يعني الهدف الاول يعني كان سابق من فريق المنتخب الجزائري تعادلنا مالغري عاوتاني هما سجلوا الهدف الثاني وتعادلنا الكره هي هذه ومن بعد يوسف شاف معاكم الكره هي هذه هذه الكره هذه الكره صعبان النيفو بالاقاوي تاعنا الزوج الله يحفظك شكرا بارك الله فيكم بارك الله فيكم الله يحفظكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه مباراه واش نقولوا اروح بيبي شلوها كانت متكافئه 2-2 الحظ حبنا حنايا هذا هو اللي تاعها سجل الهدف الثاني بارك الله عليك وليدي يوسف تعال ولدي يوسف هذا هو اللي سجل الهدف الثاني قول صحتنا صحتنا اللي ما دايرش ضربات الحظ انا ضربات الحظ لا لا خلاص لا مش ضربات الحظ لا واش كنت بلا لا شوف شوف الشوط الاول شوف عطوا بلاريتي كما تا هما اخطاء شوف المهم حنايا حنا كنا اقوى لا شوف 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 اسمع ماشي لافو تاع كارتي شوف لا يوسف اللي يشوف يوسف عالمي شوف شوف ما فيش شوف مباراه مباراة اخي العزيز كانت متكافئة نقول لك الداري علاش لان لو كانوا هما اقوى كانوا ينهيو المباراة قبل ما يدوزوا قبل ما يجي الاشواط يعني الاشواط الاضافية او ضربة الجزاء ولكن الكرة هي هذه ومبروك عليكم ان شاء الله على خير خويا السلام عليكم اول شيء الحمد لله يعني كانت مباراة جيدة جدا على الصعيد الفني والصعيد البدني اول نقطة نقول يعني ما شاء الله على التنظيم بطولة ما شاء الله وايضا المباراة اليوم مباراة من افضل المباريات هذه البطولة حيث شاهدنا مستوى بدني كبير جدا الحمد لله ان الجزائر فازت بضربة الترجيح و 1 2 3 فيفا الجيري بارك الله عليكم الله يحفظك السلام بخير شو رايك في المقابله خلاص بسم الله نبدا خلاص تعال تعال بنفتح العلم بنخلي بسيده لايف لايف اوكي اوكي خذ خذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نبارك للمنتخب الجزائري ما شاء الله مباراه كان قويه هارد لك للمنتخب المغربي الحقيقه ما يعتبر المنتخب المغربي خاسر لان هذا عرس عربي كبير والفريقين ادوا صراحه انا اقول البطوله خسرت المنتخب المغربي خاصه هذا الجمهور والاداء الطيب نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في مقابلة العنابي وكذلك تونس في مقابلة مصر وعقبال إن شاء الله ما نكون نهائي العرب إن شاء الله انتو تبوا شمال أفريقيا لكن حنا قطر توصل لتمثلنا في آسيا آسيوي وأفريقي إن شاء الله يا الله بارك الله فيكم صحتنا خويا الله يحفظك تبارك الله عليك وياك عقب عليكم ان شاء الله كم طلعوا معنا تبارك الله عليكم هذه القناة والله على وين هاي سبورت سالم خميس سكت يوتيوب وفيسبوك فيسبوك هاي سبورت هاي سبورت هاي سبورت اوكي احسنت
انا نشد الميكرو ولا انا نهضر؟ عارف شخصيك انا وتجاوب شخصيني. الحمد لله اولا وقبل كل شيء فزنا بهذه المباراه، الحمد لله كانت مباراه جميله جدا، تمكنا من الفوز بضربات الترجيح. احمد اصبر خلينا نهضر اصبر. الفوز اليوم كان مستحق للمنتخب الجزائري، كنا اقوى من كل النواحي، والحمد لله اليوم نشكر المنتخب المغربي اللي خلانا نشعر انه منتخب قوي، خلانا نشعر ان البطوله فيها منتخب قوي يقدر ينافس المنتخب الجزائري. قلتها في الاول ونزيد نقولها في الثاني وفي الثالث وفي الاخير، منتخب الجزائر راح يكون متوج باللقب في الاخير، والعرب راح يشاهدوا على منتخب جزائري راح يتوج باللقب بعد المنتخب الذي توج بكاس افريقيا. اليوم منتخب الجزائري وليحمل كاس العرب باذن الله. نلتقي في النصف النهائي امام منتخب قطر، نفوز على منتخب قطر، ومرحبا باي فريق في النهائي سواء كان المنتخب المصري او المنتخب التونسي، سنفوز عليه باذن الله، سنتوج باللقب. ونشكر كل العرب، وراح نقول لهم راح تتعرفوا على المنتخب الجزائري الثاني، وكذلك نشكر المنتخب الفلسطيني او نشكر الفلسطينيين هو اللي مر علينا، وقلنا حتى التونسيين كانوا حاضرين معنا، الكل كان حاضر اليوم على المنتخب الجزائري. الحمد لله اهم شيء اننا فزنا. المغاربه نقول لهم هارد لك، فرصة أخرى إن شاء الله في مباريات أخرى أو في بطولة أخرى تلتقوا مع الجزائر، وإن شاء الله ما راحش تفوزوا أبدا إن شاء الله. الجزائر يا الله هناكم. باي باي. يا نمبر 1 نمبر 1 فلسطين 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 فلس
السلام عليكم، مبروك علينا التأهل وإن شاء الله لاكوب لينا ونمثلوا المغرب العربي وشمال إفريقيا إن شاء الله. فزنا احنا أو المغرب أو تونس عادي أو مصر إن شاء الله لاكوب لينا. السلام عليكم. مقابلة النهائي قبل الأوان، جميلة شيقة، حماس منقطع النظير، جمهور رائع، روح رياضية عالية. أهم شيء اللي عجبني احترام الجمهور لبعضه بعض، وهارد لك للمغرب، عندهم فريق جميل، وإن شاء الله الجزائر تروح للكأس إن شاء الله. شكرا لك. Oh, wie war ein Leben?